الشهيد البطل أن القضية الفلسطينية هي محور العالم العربي والإسلامي، وأن هذا يعتبر الشعب العربي والإسلامي أن قضيته الفلسطينية، القضية الفلسطينية هي من أولويات القضايا التي تهمه، وبالتالي كان لابد أن نكرم الشعب التونسي وهذا الشهيد بهذا الميدان والتخليد باسمه، حتى نبعث رسالة للشعوب العربية والإسلامية أن من يهتم بالقضية الفلسطينية ويعمل من أجلها فهو مكرم ومعتبر شخص من الشعب الفلسطيني. معها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام.